Quoi de neuf santé. في كوا نوف كالعادة نعطيكم آخر الإصدارات الطبية والعلمية. منظمة الصحة العالمية تصرح أنه أوميكرون يتمتع بقدرة كبيرة على النمو تفوق المتحور دلتا، وين قالت منظمة الصحة العالمية أنه قد انتشرت الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول متحور أوميكرون الذي ما يزال يواصل اكتساح العالم. وفق لذلك قامت بإصدار منشور ميزت من خلاله المعلومات الصحيحة ومن المعلومات الخاطئة، حيث نفت فرضية القائلة أن الأوميكرون لا يسبب إلا مرضا خفيفا، وأكدت أنها مجرد خرافة شائعة. وأضافت أن الأوميكرون أقل حدا من متحور دلتا، لكن ينبغي ألا ينظر إليه على أنه غير خطير. فعلى الرغم من انخفاض احتمالية تسبب في مرض وخيم، فإنه لا يزال هناك كثيرون قد يتعرضوا لاعتلال خطير وتحدث حالات وخيمة وفيات بسبب العدوى بالأوميكرون. ورغم أن عدد من البلدان قد أظهرت أن العدوى الأوميكرون بين سكانها كانت خفيفة، وأضافت بقولها أنه من السابق لأوانه تحديد الأثر الذي سيحدث الأوميكرون في البلدان التي يقل فيها الإقبال على التلقيح وعلى الفئات الأشد ضعفا. وفي ذات السياق نفت المنظمة المعلومة المتواترة اليوم التي تنص على أن الأوميكرون أقل حدة، وأنه سوف نشهد انخفاضا في أعداد حالات الإقامة بالمستشفيات، إذ ستتمكن نظمنا الصحية من التعامل مع الأمر، حيث قالت أن ذلك محض الخرافة. ذلك أن أوميكرون ما يزال يمثل خطر كبير على نظمنا الصحية، ثم أن درجة الخطورة هذا المتحول مرتفعة جدا، وذلك نظر لعدة أسباب، أولها أنه لا يزال خطر عالمي لكوفيد 19 مرتفع بشدة بوجهة. ثانيا تشير البيانات الحالية إلى أن الأوميكرون يتمتع بقدرة كبيرة على النمو تفوق المتحور دلتا، وهو ما يؤدي إلى انتشاره السريع في المجتمع، وسوف تؤدي الزيادة السريعة في حالات إلى زيادة عدد المحتجين بالمستشفيات، والمحتمل أن يتسبب ذلك في ضغط كبير على نظم الرعاية الصحية. كانت هذه كوادنوف سانتي بالنسبة لليوم.